بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نواقض الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبدأ العلماء بالبسملة اقتدام بالكتاب العزيز واقتدام بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، واستئناسا بحديث كل أمر ذي بال وإن كان ضعيف، واقتدام بعلماء السلف، وتيمنا تبركا بالبداء بسم الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. عادة، قلنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتبه أنه في العادة يذكر لك المسائل مقيدة بعدد معين، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي معنا إن شاء الله. قال: اجتنبوا 7 الموبقات، 5 من الفطرة. لماذا؟ حتى إذا انفض وانتهى المجلس يستطيع الصحابة رضي الله عنهم أن يضبطوا هذه الأمور التي ذكرت في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله سار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: مر لك الأصول 3، القواعد 4، المسائل 3، نواقض الإسلام، يقول 10، ذكر لك هنا 10 نواقض. هل هي محصورة بهذه 10؟ قال: ليست محصورة، وسوف يعني نرى من كلام الإمام محمد بن الوهاب أنه يقول ليست محصورة بهذه 10، لكن هي أعظم النواقض. نسأل الله السلام والعافية. نعم. الأول: الشرك في عبادة الله. الشرك في عبادة الله، وأراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية مخرج من الملة، بخلاف الشرك الأصغر غير مخرج من الملة. هذا وتقدم معنا أن الإنسان إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة، سواء كان من الشرك الأكبر أو الأصغر، تاب الله عليه، لعموم الأدلة: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن الإشكال إذا مات على الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الشرك الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، هذا على قول. نعم. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه عادة المصنف أنه ما يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، وهذه ميزة تميزت بها كتب الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، أنه يذكر الأدلة من الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني من الكبائر والصغائر. وهذه الآية فيها دليل لمعتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة غير مخلد خلود أبدي في النار، وأن الله سبحانه وأنه تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى معنا قلنا الشرك إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة تاب الله عليه، وإذا مات عليه على الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا مات على الأصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، هذا قول في الشرك الأصغر. القول الثاني أنه مثل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذب وإن شاء عفى عنه. القول الثالث وسط بين القولين، إذا كان الشرك الأصغر قليل فهو تحت المشيئة، كثير لابد من العذاب ثم بعد هذا يدخل الجنة، على اعتبار قال صاحب الشرك الأصغر
لا يخلد في النار خلود أبدي. نعم. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن لا يمكن أن صاحب الشرك الأكبر يدخل الجنة بأي حال من الأحوال، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. ومنه الذبح لغير الله. لا يستطيع المصنف أن يحصر لنا أنواع الشرك الأكبر، لكن ذكر لنا أمثلة منها. قال: الذبح لغير الله محبة وتعظيما، كالذبح لأصحاب القبور أو الذبح للجن. نعم. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعتقدوا أن الله سبحانه وتعالى منفرد بتوحيد الربوبية، وشركهم كان في توحيد الألوهية. وقعت الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التوحيد، توحيد الألوهية: ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. وقال أنهم كانوا يريدوا من هذه، لا يعتقد أن هذه الآلهة تخلق وترزق وتدبر، بل أرادوا منها القربة والشفاعة، وهذا أخذناه في القاعدة الثانية من القواعد الأربع. فكل من طلب الشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر، ووافق الكفار الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة حق لله، قل لله الشفاعة جميعا، لكن الشفاعة تصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شروط: أن يكون حي وحاضر وقادر، وأن يعتقد أنه سبب لا مؤثر بذاته. إذن كل من طلب القربة والشفاعة من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك شرك أكبر. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وتقدم معنا تفصيل في الشفاعة، وقلنا الشفاعة لغة من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعنا التوسط إلى الغير في جلب نفع أو دفع ضر. تنقسم الشفاعة إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية هذه التي عناها الإمام محمد عبد الوهاب أنها نوع من الشرك الأكبر، وقال هي التي نفى القرآن وتطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، خرج به فيما يقدر عليه المخلوق. قلنا تصح أن تطلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه بأن يكون حي حاضر قادر سبب. الثاني: الشفاعة المثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وتطلب من الله، وتطلب من الله بثلاثة شروط: الإذن بالشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والرضا عن الشافع، والرضا عن المشفوع له. وجمعت هذه الشروط الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وقلنا شيئا نكرة تعم كل شيء، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يبدأ بالشفاعة يوم القيامة حتى يأتي الإذن من الله سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك فيها أحد، وشفاعة عامة لكل موحد، للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وللملائكة وللصالحين وللشهداء وكل موحد وللأفراد، يعني الأطفال الصغار. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة: الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن الله سبحانه وتعالى يقضي بين الخلائق، والشفاعة في عم أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، والشفاعة في فتح أبواب الجنة. الشفاعة العامة لكل موحد، الشفاعة في رفع الدرجات كالصلاة على الجنازة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدين. الثاني: الشفاعة في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، لأن الموحد لا يخلد في النار خلود أبدي، والذي يخلد في النار خلود أبدي قلنا المشرك شرك أكبر. والشفاعة في من
استحق دخول النار من الموحدين ألا يدخلها. نعم عيد القائل. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. إذن الله سبحانه وتعالى علق الخلق به سبحانه وتعالى، وهؤلاء الكفار يريدوا أن علق الخلق بالخلق، والله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طلب الدعاء من المخلوق، هل يصح طلب الدعاء من المخلوق؟ قال إذا كان فيه نوع افتقار هذا نوع من الشرك الأصغر. يأتي بعض الناس إلى بعض الصالحين ويقول أنا يعني عندي كذا وكذا من المرض وزوجتي بها كذا وكذا فأريد أن تدعو لي لأني محتاج وكذا، ويظهر افتقاره للمخلوق، هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم، وإذا كان طلب دعاء حي وحاضر وقادر ويعتقد أنه سبب فهذا يصح، لكن الأولى تركه. نعم. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. ويتوكل عليهم، التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب. وينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام، الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، قال هذا صرف لغير الله شرك أكبر. فهذا الذي يقصد المصنف بالتوكل في هذه في الناقض الثاني، فإذا اعتمد اعتماد مطلق وفوض جميع أموره إلى هذا الذي يقصد من الآلهة والأصنام على ذلك فهذا هو الشرك الأكبر، صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني قال توكل اعتماد على حي مع نوع افتقار، مثل ما ذكرنا في الدعاء أنه يفتقر للمخلوق هذا نوع من الشرك الأصغر. إذن القسم الثاني من التوكل هو اعتماد على حي لا على ميت مع نوع افتقار. مثاله بعض الناس ينفق عليه الأمير مثلا يعطيه مكافأة كل شهر مثلا، تأتي لهذا الرجل تقول من أين لك المال والنفقة؟ يقول من هذا الأمير. طيب لو قطع عنك هذا الأمير النفقة والمكافأة هذه ماذا تصنع؟ قال أموت أتشرد أضيع كذا مثلا. إذن هذا عنده نوع افتقار إلى المخلوق، هذا نوع من الشرك الأصغر. ولو قال ما هذا الرجل وهذا الأمير إلا سبب وفي السماء رزقكم وما توعدون فهذا ليس عنده أي شيء أي نوع افتقار. إذن الأول من أنواع التوكل اعتماد مطلق وتفيض جميع أموره إليه واعتقاد أن بيده جلب المنافع ودفع المضار، صرفه لغير الله شرك أكبر، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله. الثاني اعتماد على حي مع نوع افتقار، قال هذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان، ولا يصح أن تقول توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت أي فوضت فلان. وكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة والخاصة، في شؤون العامة وكل من يقوم على الحج، وكل من يقوم على المدينة، وكل في شؤون الخاصة من يشتري له أضحية، وكل علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي من هديه عليه الصلاة والسلام. إذن سبب يعني مجيء الشيخ بن عثيمين رحمه الله مثلا في تقسيم التوكل إلى ثلاثة أقسام لأنه هذا نوع من التفويض، لكن هذا لا يصح قلنا أن تقول توكلت على فلان، بل تقول وكلت، هذا معنى أنك أنت أعلى منه مرتبة. طيب إذن الخلاصة أن التوكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شرك أكبر صرفه لغير الله الأول، والثاني شرك أصغر اعتماد على حي معنى وافتقار، والثالث وكالة، ولا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول فوضت
أي وكلت. نعم. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. المسألة الثالثة هي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، ومن شروط لا إله إلا الله تقدم معنا الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف أو تردد ليس موحد. فالكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يهود أو نصارى بلغتهم الدعوة، الذين في الزمن عليه الصلاة والسلام الذين في الزمن الآن ولم يدخلوا في الدين فهم كفار، حتى وإن كانوا على مثل ما كان عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، إذن دين باطل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه ماله، يعني الذي لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه ولا ماله. إذن لابد في لا إله إلا الله من نفي وإثبات، كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيما قاله الله سبحانه وتعالى: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه. إذن لابد في شهادة الإخلاص، وقلنا هذا شرط من شروط لا إله إلا الله، الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك في الكفر بما يعبد من دون الله أو توقف، قال أنا متوقف في هذه المسألة، أو تردد، قال هذا ليس موحد. وقال الإمام محمد عبد الوهاب: فيها من مسألة من أعظمها وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم. وهذا قال من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. إذا لابد في لا إله إلا الله من كفر بالطاغوت وإيمان بالله، ولابد أن تبرأ من الشرك وأهله، وهذا تقدم معنا بالقلب واللسان والجوارح، ولا تصحح ما هم عليه، بل لابد تعتقد أن ما هم عليه كفر وضلال. نعم. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهو كافر. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان أهل السنة والجماعة في العادة أنهم لا يركزوا كثير على تراجم العلماء ما ذلك، حتى لا يعلقوا الناس بالمشايخ وما لذلك، لكن يعلق الناس بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الميزان عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو جاءنا إنسان وقال هذا الدعاء جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، هل يقدم هذا على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لأنه لو قدم هذا كأنه يعتقد أن هدي شيخ الإسلام أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يمكن نقدم هدي أحد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا وقعنا في ناقض من نواقض الإسلام. أو قدم يقول حكم أحد على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول، وهذا هو الناقض، أن يعتقد أن حكم فلان من الناس أو من الطواغيت مثل حكم الله أو أحسن، فإذا اعتقد كفر، وإن لم يقول
وإن لم يفعل في هذا الحكم مثلا لو قال بلسانه فقط قال كفر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تعيد الناقض. الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هديه أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمرنا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سواء في كل العبادات، وهذا يعني رد على المتصوفة وغيرهم. نعم. أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. لا يمكن أن يكون أحد حكمه مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون أكثر منه. نعم. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. نعم، هذا إن اعتقد. نعم، وإن لم يعتقد وكان لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب أو ما لذلك، قال هذا كفر دون كفر وفسق، وإذا اقتطع بهذه الحكومة حق امرئ مسلم فهو ظلم وعلى خطر عظيم. نعم. إذن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول أن يعتقد أن حكم فلان من الناس والطواغيت مثل حكم الله وأحسن، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني أن يعتقد أن حكم الله يجب أن يطبق، ولكن يقدم حكم الطواغيت أو غيرهم. قال: مع اعتقادي أن حكم الله هو الأصلح للعباد والبلاد وقدم لهوى في نفسه، فهذا كفر دون كفر وفسق، وإن كان بهذه الحكومة يقتطع حق امرئ مسلم فهو ظلم. ونقول هذا الطريق طريق خطير وموشك أن يوقع بهذا الرجل، نسأل الله السلامة والعافية، في الكفر الأكبر المخرج من الملة. الثالث أن يكون جاهل لا يدري، يسمع هذا الحكم من أحد الأشخاص ويظن أن هذا حكم الله، يرجع إلى تقسيم الجهل، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. المحبة تكون لكل أوامر الشرع، لابد أن تحب. قال: تحب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أحد أن يكون تكون محبته مثل محبة الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولا بد تحب كل ما جاء في الكتاب والسنة، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال: لو أبغض شيء، وشيء يشمل قليل أو كثير، مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولو عمل به يقول كفر، نسأل الله السلامة العافية. مثاله: كان يبغض الصلاة ويصلي، قال هذا كافر لأنه كره شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تعيد الخامس. الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. نعم، نكتفي إلى بهذا القدر، وغدا إن شاء الله نكمل بقية النواقض. الآن نراجع ما أخذنا في هذا اليوم. نعم، ماذا أخذنا؟ نعم الشيخ، أن النواقض ليست محصورة بهذا العدد. طيب ولماذا يقول نواقض الإسلام عشرة؟ أراد أن تضبط وتحفظ هذه النواقض لأنها هي من أعظم النواقض. نعم، أهميتها. نعم، بدأ المصنف رحمه الله، وهذا عادته في التصنيف، أن يبدأ بالبسملة اقتدام بالكتاب العزيز واقتدام بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وتيمنا وتبركا بالأداء بسم الله، واقتدام بعلماء السلف وعملا بحديث وإن كان لا يصح استئناسا. نعم نعم، أراد بالناقض الأول الشرك في عبادة الله، أراد الشرك الأكبر المخرج من الملة، خرج به الشرك الأصغر، وضرب عليه قلنا أمثلة. نعم. أي نعم، لم يستوعب أنواع الشرك الأكبر، وإنما ذكر لك شيء من أنواع الشرك الأصغر كالذبح لغير الله. نعم.
غيره؟ نعم الشيخ، ارفع صوتك. نعم، الناقض الثاني طلب القربة والشفاعة وجعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويتقرب إليهم ويظن أن هؤلاء يقربوا إلى الله زلفى. نعم، فهذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم، مراد المصنف رحمه الله بالشرك هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر صاحبه مخلد خلود أبدي في النار، هذا إذا مات عليه، وإذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها أو تحضر الوفاة تاب الله سبحانه وتعالى عليه لعموم الأدلة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر الذنوب جميعا. ينقسم أولا التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، لابد من ثلاثة أشياء في التوكل، يكون صادق في اعتماده على الله، الثاني واثق أن الله سبحانه وتعالى منجز له ما وعد، الثاني، الثالث لابد من الأخذ بالأسباب. إذن التوكل صدق اعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. ينقسم التوكل إلى ثلاثة أقسام، الأول اعتماد مطلق وتفويض جميع أموري إليه واعتقاد أن بيدي جلب المنافع ودفع المضار، قال هذا صرف لغير الله شرك أكبر، وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله في الناقض. طيب، الثاني شرك أصغر وهو اعتماد على حي مع نوع افتقار، قلنا كالذين يعتمدون على الأمراء في الرزق وما إلى ذلك، فقال إذا كان عنده نوع افتقار فهذا نوع من الشرك الأصغر. الثالث وكالة، وقلنا لا يصح أن تقول توكلت على فلان أو توكلت على الله ثم على فلان، بل تقول وكلت يعني فوضت، ويصح تصح هذه الوكالة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في شؤونه العامة وفي شؤونه الخاصة عليه الصلاة والسلام. غيره؟ نعم، بيّن الشفاعة، تعريف الشفاعة لغة وشرعا وأنواع الشفاعة، وأراد بالشفاعة الشفاعة المنفية التي نفاها القرآن والتي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، حكمها شرك أكبر مخرج من الملة. نعم نعم، أي نعم، أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية، وكانت الخصومة بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية، وكانوا يلجأوا إلى هذه الأصنام وغيرها لا لأنها تخلق وترزق وتدبر، بل أرادوا منها القربة والشفاعة والتبرك وغيره. نعم، وسوف يأتينا إن شاء الله هذه الأمور في كتاب التوحيد. نعم نعم الشيخ نور، أي نعم، لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فلا بد إن لم يجعل قال التلفظ بلا إله إلا الله عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار، بل ولا العمل، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف أو تردد ليس موحد. نعم غيره؟ نعم نعم، الحكم بغير ما أنزل الله سوف يأتي معنا تفصيل هذا في كتاب التوحيد إن شاء الله، لكن هنا أراد أن من قدم حكم الطواغيت أو حكم أحد من الناس واعتقد أن حكم هؤلاء مثل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لكن قدم حكم الطواغيت لهوى في نفسه أو حب رياسة أو منصب واعتقد أن حكم الله هو الأنفع والأصلح للعباد والبلاد ويجب أن يطبق، فهذا كفر دون كفر وفسق، وإن اقتطع بهذا الحكم حق امرئ مسلم فهو ظلم. نعم، وموشك الوقوع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم
الشرك الأصغر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قلنا هذا الشرك الأكبر إذا مات عليه فهو خالد مخلد خلد أبدي في النار. ولابد أن نعلم أنه ما يمكن أحد أشرك بالله شركا أكبر ومات عليه أن يدخل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الكفار دخول الجنة. لكن الشرك الأصغر فيه، طيب القول الأول أنه يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، يعني لا خلد في النار خلد أبدي. الثاني أنه مثل مثل الكبائر تحت المشيئة. القول الثالث وسط بين القولين، إن قليل إن كان الشرك الأصغر قليل فهو تحت، وإذا كان كثير يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، على اعتبار يجب أن نحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. وإحنا تقدم معنا أن عندنا صغائر وأعلى منها كبائر وأعلى منها الشرك الأصغر، إذن لا يمكن أن يكون الشرك الأصغر مثل الكبائر. ما هو الدليل على التفريق أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر؟ ما هو الدليل؟ نعم، الدليل الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به واغفر ما دون ذلك، وقلنا هذا في معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار خلود أبدي، صحيح ولا يكفر. وقال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره، أراد أن يبرهن للناس ويبين أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه لا يحب هذا ولا هذا. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.